السلام عليكم مستمعينا الأفاضل عبر أثير إذاعة البشائر ومشاهدينا الكرام عبر قناة الإيمان الفضائية، وأهلا وسهلا بكم إلى الحلقة الأخيرة من برنامج سفرة إلى الله. هذه الحلقة مستمعينا ومشاهدينا بعنوان شكر الله عز وجل، وفيها نقول الحمد لله والشكر لله عبارتان وسواهما من العبارات الدالة على امتنان المؤمن للنعم الإلهية، ولا بد أن ترافقنا حتى في الأحوال المستعصية والظروف العصيبة، أي في الضراء أو قبل السراء. وشكر الله واجب أخلاقي ديني، فالنعم التي أغدقنا بها كثيرة، ولكن للأسف فإن الإنسان بطبيعته يركز على ما ينقصه أكثر مما يمتلكه أو يملكه. كما أن كثيرين منا مستمعين ومشاهدين يشكرون الله تعالى فقط في أوقات الفرح، وقد يغيب عنهم شكره عز وجل في أوقات الحزن. إلى ذلك فأن التعود على النعم يضعها في أدراج النسيان بشكل تلقائي، أو نضعها جميعا. إلى ذلك وما يغيب عنا أيضا أن النعمة مرتبطة بالشكر، وفي هذا يقول الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: النعمة موصولة بالشكر، والشكر يتعلق بالمزيد، وهما مقرونان في قرن، فلن ينقطع على المزيد من الله حتى ينقطع الشكر من العبد. ونحن في شهر رمضان المبارك أعزائنا الكرام، وفي ضيافة الله عز وجل الذي أغرقنا بالنعم والجوائز، فهل نشكر أم نتأفف من الصوم أو من الأحوال الصعبة؟ هذا بالنسبة إلى شكر الله عز وجل، والذي سنفصل ضرورته وسبله في هذه الحلقة. أما شكر العبد فلا يقل أهمية أيضا، فإنه من الحقوق الإسلامية، حق شكر الإنسان الذي أكرمنا. فعن الإمام زين العابدين عليه السلام: أما حق ذي المعروف عليك فأن تشكره وتذكر معروفه وتكسبه المقال الحسنة وتخلص له الدعاء فيما بينك وبين الله عز وجل، فإذا فعلت ذلك كنت قد شكرته سرا وعلانية، ثم إن قدرت على مكافأته يوما كافيته. كما أن شكر الناس متابعين الكرام على معروفهم هو من شكر الله تعالى، فعن الإمام الرضا عليه السلام: من لم يشكر المنعم أو المنعم من المخلوقين لم يشكر الله عز وجل. ولهذا أيضا خطوات وأساليب. إذن شكر الله عز وجل هو عنوان الحلقة الأخيرة من برنامج سفرة إلى الله، وفيها نستضيف مدير دائرة الإشراف الديني في جمعية المبرات الشيخ عباس حلال. يعطيك العافية وأهلا وسهلا، والله يتقبل أعمالك. عافاكم الله، تقبل الله أعمالكم وأعمالنا إن شاء الله بصالح القبول. أهلا وسهلا بكم. اليوم يعني عم نحكي عن شكر الله، وهيك حبذا لو نبدأ الحلقة بالاستماع إلى الآية القرآنية، سورة الفاتحة في القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا العظيم. يعني مولانا اليوم أو هنحكي بداية أن سورة الفاتحة افتتح الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم بالحمد، يعني نظرا لعظيم هذه النعمة أنه الشكر، ولكن قلما نعرف نحن يمكن بمكان ما قيمة هذه النعمة الإلهية. بداية، ما هو الشكر قبل أن نفصل هذا الشكر في مواضع القرآن الكريم؟ نعم، أول شيء بما أنه حديثنا عن الشكر بنشكركم على هذه الاستضافة. أهلا وسهلا. إن شاء الله نحن وياكم نقدر نضوي على هذا المفهوم بما يخدم إن شاء الله المستمعين، لهيك نعمل إطلالة على مفهوم الشكر بشكل عام، وكيف بنقدر نستثمر هذا الموضوع بما يقربنا أكثر إلى الله عز وجل، خاصة
في ما تبقى من أيام هالشهر الفضيل. نحن هيك على آخر ساعات خاتمة الشهر الفضيل ودقائق ولحظاته، هيك بيعز علينا أنه نفارقه، ولكن يعني إن شاء الله هيك بالنهايات بيكون هيك تحصيل لكل هاي التعب والجهد والعناء إن شاء الله اللي بذلناه خلال شهر رمضان المبارك. وطبعا هيك كمان قبل ما جاوب بشكل مباشر على سؤالك، عادة بالنهايات هيك بيصير في نظرة إجمالية، يعني بعده اللي بعدهم ألقز وضعه، مش حاسس بالاطمئنان إذا صح التعبير، فعليه أن يقبل بكله إلى الله عز وجل حتى الله سبحانه وتعالى يكتبه من المغفور لهم في هذا الشهر المبارك. أما بما خص السؤال، طبعا انطلاقا من تعريف الشكر، أنه آخر شيء الشكر يكون بإزاء النعمة، يعني أحدهم أنعم عليك بنعمة فيستوجب في المقابل الشكر. تمام، أنت بلشتي من إذا بدك من الآخر، إذا منوصل لله سبحانه وتعالى وعم نحكي عن نعم تستوجب الشكر، فلما بنحكي عن الله سبحانه وتعالى منبلش نعد، وإذا قدرنا نبلش نعد ما منقدر نكمل عد وما منقدر نحصي. فشكر الله على نعمائه وعلى جزيل ما أعطى وجزيل ما قدم، هيك محطوط بمقدمة جميلة صح موجودة بأول كتاب القرآن الكريم، ولكن إذا بتشوفي مع كل الأعمال الله قرنها، يعني حتى بالصلاة حتى يعني فهذه سورة عنوانها أصلا عنوان الشكر سورة الحمد، الحمد لله رب العالمين إلى آخره، بلش تعطي هاي المواصفات والصفات لله عز وجل. لإذا نحن عن جد ونحن مدعوين للتأمل يعني فيها وبمعانيها، أنه بمقابل هيدي النعم الكتير اللي الله هيك عددها على نحو بسيط ولكنه عميق جدا ما بنقدر نشكر الله، ولكن مدعوون إلى أن نشكر الله وأن نحاول أن نشكر الله عز وجل على كل ما قدم وعلى كل ما أشار. يعني لما بيحكي بسم الله الرحمن الرحيم أنه رحمن وأنه رحيم وأنه رب العالمين وإلى ما هنالك، طبعا علماءنا بهذا المجال شوي يعني سورة الفاتحة على وجه الخصوص اشتغلوا فيها العلماء وكتبوا تفسيرها وكتبوا وهيك حاولوا يغوروا في أعماقها وكتب فيها كتب إذا صح التعبير، لأنه كل كلمة إلى بعدها وإلى يعني تشير إلى عظمة هذا الله وهذا الرب وهذا الخالق، ومقابل الإضاءة على هذه العظمة وبالتالي على هذه النعمة، فأدينا إحنا في مقابل كل ذلك يجب أن نشكر الله عز وجل. فهيدا هيك الربط الموجود بالسورة هو ربط جميل يدعونا، إذا بدي أختم جوابي، يدعونا في كل يوم وفي كل نهار وفي كل ليلة وفي كل ساعة إلى شكر الله عز وجل المنعم الأول والأعظم والأكبر في هذا المجال. يمكن أكثر منا ما بيتعاطوا مع هذه الصورة الكريمة بهذا العمق للأسف يعني، واليوم كمان نحن في لفتة لنا ولا مستمعينا ومشاهدينا أنه لا لازم نتعاطى معها لأنه فيها معاني عميقة جدا سورة الفاتحة. طبعا الشكر نحن دائما الشكر نرطب باللسان فقط أكثر من الفعل، لا نحن اليوم هنحكي عن الشكر باللسان للآخر أو لله عز وجل من خلال التواصل مع الله عز وجل، ولكن كمان في شكر بالفعل هنفصل فيه أكثر بالحلقة. بدي أتوقف عن نقطة أنه الله سبحانه وتعالى شكور، يعني هو الشكر مرتبط باسم الله عز وجل، ونحن للأسف حضرني ركز عليها كل الحلقة أنه نحن نتعاطى مع الشكر إلا أنه شغلة شكرا هل قد نعطي الحجم، لا هو نعمة إلهية وواجب ديني وأخلاقي. الله شكور من صفاته. نعم، بنحكي معك عن هذه الجزئية تحديدا. نعم، هلأ بمقدمة السؤال في بحث هيك شوي معمق، لأنه برجع بجاوب على شكور. نعم، أنه الشكر كيف بيتجلى، كيف مظاهره، إلا يمكن هيدي بتفصليها بعد شوي أكتر، ولكن هيك يجمع من خلال الأحاديث الشريفة والآيات الشريفة أنه الشكر لا يتم إلا من خلال ثلاث عناوين كبرى إذا صح التعبير. نعم. العنوان الأول هو شكر القلب. هلأ منقول منفصل إذا بتحب شو المقصود بشكر القلب. نعم. وبرجع في شكر اللسان، وهذا هو الأكثر شهرة بين الناس وتداولا. وفي النتيجة اللي لازم يوصل فيها يعني يوصل فينا بها الشكر، وهي شكر الجوارح أو الشكر اللي سميتيه أنت بمقدمة السؤال بالأفعال. نعم.
اللي هي مرتبطة بالأفعال، مرتبطة بالجوارح. هلا بنحكي عنها كمان شوي إذا إذا الله أراد. فبطبيعة الحال هودي كلهم هيك هني مكملين لبعضهم البعض، ما بيتم جزء منهم إلا أن يتم الآخر. أو بمعنى آخر، إذا نحن اقتصرنا على جزء دون الآخر بيكون في شيء ناقص بالتركيبة العلمية إذا صح التعبير. هلأ كنا عم نحكي عن شكر اللسان، أنه إذا اقتصرنا على شكر اللسان قد يدخل أحيانا النفاق والعياذ بالله لهذا الموضوع، أنه أنا شكرا 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 شكرا، جبل له أنت عم تشكر بس أفعالك لا تدل على أنك شاكر. هاي من جهة. عودا على مضمون السؤال، أنه الله سبحانه وتعالى في من صفاته الشاكر والشكور، ووردت في 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 بعض الآيات أو في بعض الأحاديث أو مشاكل ما يشير إلى هذا المضمون العميق. بنهاية المطاف أنه الله اللي بده يانا أنه نمارس هذا الفعل اللي هو الشكر. وهلا بنحكي بعد شوي أنه الله شو بده منا بهذا المجال، ليش عطانا هالباب، هذا بحد ذاته هو غني عن العالمين. نعرف 100% هاي النقطة اللي كنت بتضوي عنها، أنه الله بمحل ما من المحلات بل بكل المحلات هو ما بيحتاج إلى هذا الشكر أبدا. لا يعني لا شكرنا لن يغنيه، وعدم شكرنا اللي هو في مقابل الشكر يمكن يقال الكفر، لن يؤذيه ولن يضر به شيئا ولن ينقص من ملكه شيئا. عمليا هذا الباب اللي الله سبحانه وتعالى فتحه خصنا فيه، طلب مننا أنه نمارسه بين أوسان، هو لا يوصلنا إلى هذا العمق، أنه أنت إذا كنت في شاكر لله أنت في ظل رحمة الله، وبالتالي أنت في ظل، فأنت المستفيد الأول والأخير. وبالتالي طبعا على هذا الصعيد في حديث كثيرا عن الإيجابيات وعن إذا بدك يعني الفوائد الجمع. خلينا نفوت فيها أكثر لحتى كل حد عم يتابعنا يعرف أو يفهم أنه عن جد شو فضائل إذا فينا نقول الشكر. يعني دائما كمان نقرن الشكر بكلمة الامتنان، الشكر، الحمد. هلا نحن إذا بدك هي بتبلش الفكرة من أنه نقيس على باب مصغر اللي هو طريق بيعلمنا إذا بدك مثال يضرب لبعدين هيك نحاول نقيس فيه على الخالق عز وجل. نقول أنه شو فوائد أنه واحد يشكر المنعم، أي منعم كان، أب، أم، صديق، رئيس، مرؤوس في العمل، في غيرها من الأماكن. يعني إذا هيك حاولنا نحللها اجتماعيا بنقول أولا يعني في أولى الدرجات هذا الموضوع أنه بتعرف مكانتك عند المنعم، وبتعرف بالمقابل شكرك بيؤدي إلى أنه يبين لهذا المنعم أنه يعرف شكرك وأنه يعرف من أنت وأنه يعرف إذا بدك النعمة التي أنعمت عليه ويعرف فضلك إلى ما هنالك. عم نحكي على قياس صغير، أن واحد جاب لك هدية، زوج جاب لزوجته هدية، وهي في المقابل المثال طبعا يضرب ولا يقاس، عم تحاول تقدم له هيدا الشكر، شكرها له. طبعا شو بدل هيك إذا بنقعد بنفكر، بدل على أنه هي بتعرف أنه هو نظر إليها وأنه جعلها من أولوياته وأنها كانت في باله وأنه يحبها، وبالتالي هي بتحاول تبادي بكلمات الشكر وأفعال الشكر وعبارات الشكر، تبادي على هذه النعمة بنعمة أخرى يعني، وعلى ذلك فقط. هون عفوا هذا بس لفتت لمسألة أنه لازم نركز على سبب شكرنا كمان. نعم. يعني عند المنعم من البشر إذا فينا نقول يعني أنه هذا نعم. زوجته هدية فهو بيحبها بيقدرها بيحترمها ذكرها. نعم. أي نعمة يعني أي نعمة تقدم أو معروف يزدى هو بالنهاية ناتج عن سبب، وبالتالي ما في يعني أنا هلأ مش ما بيجي بوزع معروف أو بوزع هدايا كيف ما اتفق وكيف ما كان. كل حدا بقدم له هدية هذا دليل أنه هو يعني لي شيئا. كذلك الخالق ما بيقدم لنا هالهدايا وهي النعم وهي هالمعروف الكثير والجزيل إذا كنا لا نعني له شيئا. صحيح. وبالتالي معرفتنا الأولى يعني إذا عم تقولي الباب الأول هو أن نعرف من الذي قدم لنا هذا المعروف، هو الله عز وجل.
اذا هلا بيجي رئيس ما عم يجيب لي هديه لإلي انا، قد بحس انه خصني، اوف خصني لي بالهديه، وبالتالي هيدا بيولد لي فخر وبيولد لي عز وبيولد لي بعيش بعرف حالي شو بدي اعمل. كذلك الامر، وهذا لا يقاس مثل ما قلت لك، يضرب لنقرب الصوره، كيف اذا نظر لنا الله عز وجل وقدم لنا هذه النعم اللي هي بجزء منا، هي عام ومطلق. كنا عم نحكي عن الفاتحة وعن في فرق بين رحمن ورحيم، بيقولوا في رحمة تعم كل البشر، الفاسد والصالح والمؤمن وغيرهم، في نعمة خاصة. عم بحكي بالمبدأ الله منعم بالنعم العامة علينا كلنا، بخلينا نتنفس، تشرق علينا الشمس إلى آخره، الحواس إلى آخره، فضلا عن إذا بلشنا نحكي بشيء خاص أكتر، أنه واضح أنه هون الله نظر إلي نظرة خاصة، اختارني أن أكون في هذه المهمة دون غيري، صحيح. في هذا الموقع دون غيري، ميزني بهذه ميزني النعمة عن غيري، ميز هذه العائلة بأن جعل منها شهيدا مثلا، نعم. مثلا على نعم. على سبيل المثال، طب هذه ميزة، هاي نعمة خاصة. طب هذا ألا يشير إلى أنه هذا العظيم قد نظر إلي نظرة خاصة؟ طب في مقابل ذلك، لا، لما بعرف هيدي هالبعد إذا صح التعبير، أو لما أنظر للأمر بهاي الفلسفة وبهيدا العمق، بعتقد الشكر لازم يتبعه بشكل مختلف كليا. الشكر يعني المتعارف عليه قليل جدا، لازم نعم. مقلت أعمال كتيرة، يمكن طول حياته الإنسان ما بيقدر يوفي نعم. يعني نعم ربنا عليه طبيعة الحال. لذلك كنا عم نحكي أنه أول الشكر هو شكر القلب قبل شكر اللسان. شكر القلب تحديدا شو معالمه وملامحه؟ شكر القلب هو أن تستشعر عظمة الله عز وجل، أن تستشعر عظمة المنعم. نحن هلأ حديثنا عن الله سبحانه وتعالى، فبنقول أن تستشعر عظمة الله. هاي العظمة لما أنت بتحس فيها، لما حيالله حدا بحس فيها بشكل مباشر، ما تكون، ما هو كنت بمقدمتك عم تحكي أنه أحيانا الإنسان لأنه تتابع النعم عليه بيعتاد على النعم، بيعتاد عليها، فبيعش بيشعر أنه في نعمة. أنت بيصير بيشعر فيها حقا لما يفقدها، لما بيفقدها، لما بتزول عنه، لما بتقل، لما بتنقص إلى ما هنالك، بيقول والله أنا كنت، والله الله منعم علي بنعمة عميقة وما كنت حاسس. فلذلك شكر القلب اللي هو أول التجليات الشكر، هو أنه هيدا القلب، هيدا الشعور، هيدا العقل إذا صح التعبير، بيضل مستشعر عظمة الله سبحانه وتعالى. خلينا نقول عايش في ظل رحمته، عايش في نعم. عارف أنه هيدا من الله، لأنه بعد شوي يمكن نحكي أنه في ناس تخلط أنه هيدا من الله والله من الناس، هيدا صحيح. هنحكي بتفاصيل واقعية جدا، لأنه كمان الاعتراض للأسف اللي هو بمثابة الكفر كمان هم بدنا نحكي عنه، لأنه منشوفه اليوم بحياتنا الواقعية، ما بدنا نتخبى وراء أصبعنا اليوم. دائما الحمد الدائم، كنت بدي أعلق على التفصيل اللي قلته حضرتك، الحمد الدائم على النعم اللي أنا عايشة فيها. دائما قلت بمقدمتي بركز على اللي بينقصني كبشر كلنا، يعني مش بس مش حدا معين قصدنا، دائما أنه الشيء ناقصنا بنركز عليه وبننسى النعم اللي نحن فيها. فاليوم خلينا نبلش من اليوم، نقدر ندرب حالنا نحن قبل ما يكونوا المتابعين، يعني على سبيل الشخصي، أنه أحمد الله على نعمة البصر، على نعمة التذوق، على نعمة الشم، على نعمة أي نعم أنا فيها، العمل. دائما الحمد الدائم قديش بيعطيني أنا راحة نفسية. صحيح، لكن هو في شيء هيك على الهامش بيوردوا بعض العلماء بكتاباتهم، نعم. بيقول أنه أنت حتى تشعر بقيمة النعمة اللي أنت فيها، ما تضلك على طول تطلع إلى من هم أعلى منك على مستوى صحيح. المال والجمال صحيح. والجاه والسلطة بالآخر. والقارني، بس ما تقارني بالأعلى، قارني بمن هم أدنى. بس واحد يقارن بمن هم أدنى، عن جد بحس أنه في فضل الله سبحانه وتعالى. دائما منقول مثل شعب يشوفه مصيبة غيره بتكون على مصيبته. صح، هيدا بالمصيبة وحتى بالنعم، انه انا عندي والله اعطاني الله قدرة معينة على مستوى الجمال، على مستوى الفهم، على مستوى الدقة، على مستوى النظر في التفاصيل، على مستوى اللسان، وكيف كيف انه الله اعطيني قدرة انه بقدر احكي، بعمل مقاربات عقلية منطقية الى يعني تكثر الامثلة. فالنظر الى من هم دوننا شو بيعطينا هيك حافز إذا صح التعبير، لنرجع نتذكر أنه هيدا اللي أنا مش حاسس فيه، اللي أنا بشكل إنسيابي فيه، غيري فقده. منفوت إذا بدك نبلش نعدد تفاصيل وأمثلة لكتير أمثلة.
حتى على مستوى المأكل والمشرب والملبس وإلى ما هنالك عايشين. نحن عشناها بالأزمة الاقتصادية. نعم. كتير اللي مرقنا اللي بعدنا فيها بالأحرى, بس أول الأزمة كتير كانت صعبة, صار كتير في مقارنات يعني, صارت حتى الناس لحالة تقول أنا كنت وين كنا عايشين, وفلان صار أفضل مني وفلان يعني هدي. خلينا صحيح. نقول الواقع حتى. نعم. صار في حسد هون, قديش إلي علاقة الموضوع بالحسد يعني. أنا إذا مشكت ربي, وحتى ما إذا طلعت بغيري على مستوى كمان ممكن أوصل لحسد يعني. تخيل. نعم. الموضوع وين بيخدني. هو مجرد أنك أنت تشكري الله سبحانه وتعالى يعني, أنت عندك عرفان بالجميل. نعم. الذي أزداه الله عز وجل, اللي عم يستشعر عن جد هيدا العرفان لله عليه. نعم. بعتقد بده يطلع شوي من الحسد, لأنه هي آخر شيء هيدا العملية تدين, إذا صح التعبير بين قوسين, عملية متكاملة. ما فيني يكون عارف أنه هالقد الله عطيني نعم, وآخر شيء عم أقول أنا ليش عاطي فلان نعمة وسلب عني. هذا الحسد الشعوري, لأنه الحسد العملي بعتقد شيء مختلف. آخر يعرف أنه هو تمني زوال النعمة أو العمل لزوال النعمة. وصلنا لمراحل كتير بشعة. بحث آخر عم بيحكي حتى على المستوى النفسي. هو شعور طبيعي أنك تتمنى تكون مثل غيرك زي ما كلمة, ولكن شو الحدود؟ إذا هيدا الشعور عم يحفزك للعمل ولزيادة الطاعة ولزيادة الجهد ولزيادة لاستنفاذ كل هيدي الطاقات اللي الله سبحانه وتعالى أعطاك إياها لتصير أفضل, هيدا محمود. أما لا, أنه أنا بس بحط إيد على إيد وإجر على إجر وبقول وليش هني أحسن مني وإلى آخره, هاي التعبير اللي تستعمل عادة, هيدا دليل أنك أنت مش عارف الله سبحانه وتعالى وين حاطك وشو عطيك وشو مقدم لك وإلى ما هنالك. لأنه العدالة الإلهية تقتضي أنه مثل ما من عليك يمن على غيرك. طبعا تفاصيل ليش غيري وليش مش أني, هذا رزق للإنسان, صار بحث مختلف. هون في حتى هذا الرزق هل هو يعني مقدر. أنا بقصد حضرتكم أنه مقدر, أنه الشيخ عباس قاله رزقه هالقد من رب العالمين, فلان قاله رزقه هالقد. هون لازم نحن نكون مؤمنين أنه الله بده يعطينا هالقد فقط يعني, هون بعد ما نكون سعينا وحاولنا. صح. وجهدنا. هو في هيك شيء لطيف بينذكر انه عداله الله تقتضي انه يعني اذا نظرنا ودققنا وتاملنا, انه بشوف واحد من المشاهير ماشي واموال والى ما هنالك, وانا هيك بحسده او بغبطه, هلا بمعزل عن التعبير, انه ليش هو في هذا الموقع وما اختارني الله لكون هذا الموقع. في دراسات اجتماعيه عملت, شفنا بعضها على بعض التلفزيونات وغيرها, أنه روح شوفوا حالات مثلا على. نعم. سبيل المثال بالأمثلة وبالأرقام وبالأسماء وبالمشاهير, أنه أكثر حالات الانتحار مثلا. نعم. هي لمين؟ لهودي اللي أنت عم تغبطهم وأنت مش حاسس بالرضا اللي الله والقناعة اللي أنت فيها. بيجوا بيقروا بعضهم هي على هامش كمان. نعم. أنه ليش انتحر, هذا بيكون كاتب رسالة أو بيقول انه حسيت انه الدنيا تافهه ما فيها شيء, ما عم بحصل على شيء. هو بيكون عنده الشهره والمال والجاه والاصدقاء والعالم, بدها توصل لتحكي معه, فراغ دخل حياته وما بقى عنده هدف, عايش فراغ قد يكون الله سبحانه. لذلك النظره الصحيحه انك تشوف الموضوع بشكل صح, بشكل يعني ان لا تعمى عيوننا عن ما اعطانا اياه الله سبحانه وتعالى, وقد يكون اعطى غيرنا غيره وسلبه أشياء أنت تعيشها بشكل طبيعي. هذه النقطة الأساسية, إنه ممكن هذا غير اللي أنا عم بحسده ممكن يكون فائد كتير أشياء أنا عندي. هذا اللي عم حاول تقوله. نعم. بالنهاية انظر إلى ما أعطاك إياه الله لتعيش حالة الرضا. بس توصل لهذه حالة الرضا بصير همك بعتقد في مكان. نعم. آخر, وعملك بالتالي بيتبع همك لا تكسب رضا الله. نعم. عز وجل. يعني حضرتكم من فئة الشباب, والشباب هالأيام تحديدا خلينا نقول الأقل يعني, المراهقين كمان كتير. نعم. بيعترضوا كتير, بيقولوا ليش فلان عنده يعني, نسمعها كتير بين المراهقين بهذه المرحلة الشبابية. نعم. فكمان من خلال يعني تعليمكم ومن خلال اللي بتشوفوا اليوم, قديش هذا الجيل عنده أنه أنا بدي أوصل عبر وسائل التواصل, ونعرف قد المغريات قدامهم كتير. وبيشوفوا الحياة مثالية وبدهم بسرعة يوصلوا لهذه الحياة الرغيدة والغنى وما إلى هنالك من أمور. قد بتشوفون قلة الشكر والاعتراض الكبير اليوم على الأوضاع, وشو برأيك الحل لها؟ هذا لازم نركز عليها اليوم كمان. نعم. هلأ بما خص الشباب بمرحلة عمرية ما حقهم يكون عندهم هالتطلع. تمام. واجبنا بالمقابل ومسؤوليتنا نحاول نشرح لهم ونوضح لهم الأمور على حقيقتها. نعم. هلأ
الشباب هيك هن بحث مستقل لحاله، لأنه الثورات تقوم، الثورات الإيمانية الجهادية اللي ما شئتي بهذه المرحلة هي بتكون أربابة هودي الشباب. حلو. ليه؟ لأنه الشباب عندهم هيدي الطاقة الكبيرة والاندفاع والاندفاع، وفهموا الاندفاع الإيجابي، الاندفاع المسؤول، الاندفاع المفكر. نعم. مش الاندفاع الأعمى. نعم. المسألة هالقد أنه فهموا الموضوع صح، فساروا بالمسار الصح وعملوا هذا الانقلاب اللي يعني يشهد هول الفئة. نعم. يعني لذلك هي هاي المرحلة عند الشباب المعيار أنه قدام نقدر نحصل له هذا الفهم الصحيح، نساعده ليحصل لنوصل لهذه النتيجة الصحيح. ولكن بالمقابل. نعم. في فئة شابة مختلفة كليا عن هذا. نعم. ما ها عم لك، هو المعيار الفاصل هو هون. وبالتالي الشغل التربوي إذا صح التعبير لازم ينصب على هود الشباب. صحيح. لا ينساعدهم لا إذا كان في عندهم ضبابية ما، إذا كان في عندهم التباس ما، إذا حقهم أنه يسألوا. أنا بخاطب أحيانا هيك الشباب، عندي فرصة لأني بشتغل بالمجال التربوي. نعم. أنه بحكي معهم في أسباب كتير بتخليهم أنه هن ينحرفوا على الفكرة الصحيحة. واحدة من أهم هيدي الأسباب برأيي أنا المتواضع الشخصي، وأنا بنصحهم أنه بقول لهم ما تخلوا يولد عندكم ولا بأي شكل من الأشكال ما يسمى بالفراغ المعرفي. ما بيعرفوا محل ما بيعرفوا، أو نحن بيجوا بيسألونا شوية أسئلة ياما منجاوبهم، حتى على مستوى الأهل، الأهل المشغولين عادة اللي بيجي أنه واحد عمره 9 سنين بيسألهم عن وجود الله وخلق ما الله، ما بيقدروا يجاوبوا، يا بيقدروا ما بيجاوبوه لأنه بيعتبروه صغير ولأنه هني مشغولين ولأنه هلا أني جايين على البيت يرتاحوا ولا أو لا ما بيعرفوا، أو ما بيعرفوا. بس بالحد الأدنى إذا ما بيعرفوا لازم يعملوا له التوجيه الصحيح. لذلك أني نصيحة لكل الشباب بالأعمار اللي بتتولد فيها أسئلة بأي عمر كان، ما يخلوا عندهم سؤال مبهم لا يوجد له إجابة سليمة صحيحة من مصدرها الصحيح، لأنه هاي المعرفة اللي كنا عم نقدم لها قبل شوي ونحكي عنها، هاي المعرفة هي اللي بتعمل له هاي الوقود اللي بيخليه يشتعل فيصل إلى الطريق الصحيح ويعطي كله للطريق الصحيح، أو لا يوصل للانحراف والعياذ بالله، وكمان يعطي كله للانحراف. نعم. وبيعمل أثر، بيعمل أثر إن كان سلبي أو إن كان. نعم. إيجابي. حضرتكم يعني منكم عم نستلهم على مستوى الشباب. نعم. بلا قطع لحديثك. نعم. نحن هيك في عنا شيء لطيف في القرآن الكريم بيذكر بأكثر من موضع. مثلا بيجوا لعند أحد الأمي بيقولوا له أنه مثلا أصحاب الكهف عبر عنهم القرآن الكريم بأنهم فتية. فتية عادة أصحاب الكهف كانوا معروفين أنهم كبار بالسن، ما أنهم فتية، ما أنهم صغار. فشو سبب أنه سماهم فتية؟ هيك بالتحليل وبالتفسير، وموجودة بأكثر من تفسير، منها تفسير وحي القرآن، من وحي القرآن لسماحة السيد وغيرها، يقول هودي كانوا بيعيشوا روح الشباب، أو أنه رأس الفتوة الإيمان، أنه هذا إيمانه خلاه ينقلب انقلاب، يترك كل ملذات الحياة وكل الدعاء وكل الراحة وكل المنصب وكل الجاه اللي هو فيه، ليقول أنا مستعد ثور وأترك وروح ويمكن أقعد بكهف ويمكن أتشرد ويمكن، بس هو نصرة لفكرة اسمها فكرة الحق وفكرة الانتصار إلى فكر الحق وإلى التقرب من الله. نعم. عز وجل. ذكرتم مولانا يعني شكر القلب، اللسان والجوارح، أنا سجلتهم وانطلاقا. نعم. من أجوبتكم عم نستنبط كتير قصص اليوم، شكرا لكم عن جد. اللسان. نعم. يعني هلأ هو المرحلة التالية للقلب مباشرة، هذا الشعور، هذا الاستشعار لوجود الله سبحانه وتعالى، كيف بده يكمل؟ بده يكمل أولا بالمرحلة التالية بشكر اللسان. نعم. هون يمكن نحكينا أنه نحن بالمقدمة الحديث أنه شكر اللسان هذا ما اعتاد عليه الناس، وأحيانا قد ما يؤدي النتيجة، يعني البعض عفوا منكم بيسموها لقلقة لسان فقط. أحسنتي. فحسب. بس أنا هون خايف من شغلي بدي حذر منها. نعم. نحن ما عم ندعي إلى عدم شكر اللسان أبدا. طبعا. أبدا أبدا. طبعا. على طبعا. الإطلاق بالعكس، اللي حتى إذا حدا حاسس أنه هو شكره مقتصر على اللسان بقول له ما توقف، أو حاسس أنه ما عم يؤدي نتيجة بقول له ما توقف كمل، ولكن لأنه هيدا قد يتبعه، ولكن بيوصلك. ولكن بيكون مقرون بالفعل طبعا. أنه بالحد الأدنى ما توقف لأنه بده يوصل بمحل ما لا ينعكس على الأفعال وعلى الجوارح مثل ما حنحكي هلأ بعد شوي. على مستوى اللسان حدث ولا حرج، نحن بشهر رمضان المبارك
إذا منشوف الأدعية اللي بتعلمنا، إنه حد بيقول لك أنا ما بعرف كيف بدي أشكر، أو أنا بستحي كيف واحد أعطاني هدية بستحي شو أقول له، طب الله أعطاني كل هالهدايا أنا ما بعرف شو بدي أقول له، بقول له في عندك الأدعية، في هاي الأدعية اللي ساعدتنا لتعلمنا شو بدنا نقول لله عز وجل، وهي كثيرة ولا تعد ولا تحصى. اسمح منا لي من نكمل. جو شهر رمضان المبارك، ومنا ومنا أيضا عام إن شاء الله. لأنه هذا الموضوع كمان. اللسان تحديدا، عذرا على المقاطعة، صار معي اتصال حلقتنا، لأنه اللسان بدي فصل فيه أكثر كمان مولانا. يعني هنأخذ اتصال حلقتنا اليوم مع المدربة بالقيادة التربوية والأسرية الأستاذة نبيلة عبد علي. يعطيك العافية أستاذة نبيلة، تحياتنا لك. يعطيك العافية أستاذة يمنى وضيفكم الكريم. اهلا وسهلا بك عزيزتي. اليوم عم نحكي عن شكر الله عز وجل، وطبعا موضوع جدا واسع، ولكن عم نحاول نقطره بطريقه انه عمليه جدا. نحن بدنا نحكي مع حضرتك على المستوى الاسري والتربوي تحديدا، الاسري اذا فينا نقول، اين نحن اليوم في اسرنا من ثقافه الشكر ومدارسنا ومجتمعنا. بنرجع نحكي مع مولانا، هل نحن حامدين بالفعل؟ يعني عم نحكي على مستوى الاسره، لانه دائما بس نقع بمشكله بنشوف كثير اعتراض من قبل الكبار قبل الصغار بهذا الاطار. نعم عزيزتي يمنى، هلأ الموضوع قديش هي يعني مبسوط الشكر بأسرنا وبمجتمعنا بمدارسنا. لحتى نكون إيجابيين نوعا ما منقول هو موجود، ولكن قديش الكم من الممارسة عم بتكون. هلأ الحكمة بتقول بداية هو شكر الله، وذكر مولانا الكريم كثير عن القلب، اللسان، الجوارح، العمل، كيف عم بتكون القلب إقرار بالعبودية واللسان ذكر وثناء واعتراف. يعني الاعتراف بخلينا نؤمر بالمعروف ننهى عن المنكر، الجوارح كيف بتصير تنقاد إلى الله تعالى، بالعمل كيف عم نأدي هيدي الصلاة والعبادات بتكون ترجمة لهيدا الشكر اللي بقلوبنا. بتلاقينا حتى بالعمل إذا كان الإنسان عنده إخلاص بهذا القلب، يعني يندرج في مدارج السالكين، بيصير في عنده عمل نافع جميل، صبر جميل، قول جميل، اعتراف بالنعم. نحن اليوم قديش بمجتمعاتنا هذا التكافل الاجتماعي عم بيكون شكر لله تعالى، شكر للمنعم. يعني نحن حبنا لبعض، أدائنا للواجب اتجاه بعض، قديش عم بيكون كفيل بأنه ترجمة هذا الشكر. من الحكمة أستاذة يمنى هو شكر الله. يعني سيدنا لقمان شكر الله تعالى لأنه فقد علمه الله الحكمة، وأول قواعد الحكمة الشكر لله. يقول الله تعالى في سورة لقمان: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن نشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. فإذا الشكر عم بيكون من النفس. نحن دائما ما نقول في كلمة نحن أحيانا بمجتمعنا منشوفها أنه لا شكر على واجب، على راسي انه الواجب مطلوب مننا، ولكن الاستغناء عن هذا الشكر مرات يمكن بياخذنا عن الجحود يعني بنعم الله تعالى. يعني الشكر احيانا هو معاملة طيبة وصولا للحياة الطيبة. بتلاقينا داخل اسرنا عم بيصير في فتور. لماذا اختي العزيزة يمنى؟ لانه الشكر بين افراد العائلة هو يبرز الاهتمام. يعني أنا مهتم بهذا الشخص الآخر، بخلينا نقدر كل عمل داخل أفراد الأسرة، من الزوج لزوجته، من الزوجة لزوجة، وأقل له الله يعطيك العافية، الله يعطيك العافية، يعني يعطيك ويعطيك. شكر الآخر هو إعلان عن معرفة قيمة يعني ما يقدمه لنا الآخر. جميل. حتى يعني بيصير يندرج عند أولادنا، بيصير نشوف هيدا السلوك تلقائي عند أولادنا. نحن منقول الأسرة يعني هي اللي بتزرع ببداية بالطفولة هيدي الأوامر، لحتى يكون الشكر بعدين مش مبتذل عند هيدا، يعني مش هو نشيد وطني، يعني منبلش شكرا 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 ولكن ما عم نمارسه فعليا، لحتى يكون فلسفة بحياتنا. حتى ما يروح الآخرين، يعني بدي أخذك حتى عند الصراع، عند الضغط النفسي، لأنه عادة الجاحد اللي بيخاصم البشر هو خصام للذات أولا. يعني هيدا الشخص بيتعب كتير بحياته، بيكون عنده صراع داخلي. نعم. صراع داخلي، وبيعتبر حاله هو يعني الاهتمام الأول بيكون لنفسه. فقط أني أنا يعني غير مهتم بالآخرين، أنا مستغني عن الآخرين، على راسي، أنت مع الله وعندك استغناء واكتفاء ذاتي، ولكن التواصل هو بحد ذاته قيمة معنوية.
لأنه الشكر بيوطد أواصر المحبة أستاذة يمنى. بيوطد الأخوة بين الناس باختلاف مذاهبهم وتوجهاتهم. قديش بيصير في خدمة متبادلة، جسر تواصل بين الناس. قديش الشكر هو فصل من فصول الذكاء الاجتماعي والعاطفي. يعني بتلاقينا نحن بنقول لهم بالعاطفة، بالذكاء العاطفي، يعني أنت بتفهم مشاعرك ومشاعر غيرك. طب ما غيرك يحتاج إلى هذا الشكر. والله يحس على ذلك. فإذا لازم نمارسه عن وعي دون ابتذال، مش بشكل روتيني شكرا شكرا، بده يكون مقرون بعمل. لأنه عندما يكون مقرون بعمل بيكون في سعادة، رضا، اطمئنان لصاحب الأمر، يعني اللي عم يشكر واللي عم ينشكر بنفس الوقت. نعم، يعني ما نحن ليش اليوم دائما نبحث بنشوف يعني الوجوه هيك نوعا ما يعني غير راضية، تعبانة. طب هيدا الأمور هيدي الأمور بدها علاج. لما نكون نحن عم نشكر الرب المنعم، نشكر الآخر لأنه قدم لنا خدمة، ترى هذا الشيء بيشعرنا بالسعادة، بالاطمئنان، بالراحة. أما الجحود هو ضيق أفق، جهل فينا نعتبره. فإذا الأسرة هي بداية بدأت تعزز هيدي القيمة، التربية بالمدارس. طب نحن لما بيكون في أستاذ شاكر، قديش بيكون عم يرسي هذه القيمة للطلاب. نعم نعم نعم، يعني الحديث لا يمل منه. ما شاء الله عنك المدربة في القيادة التربوية والأسرية الأستاذة نبيلة عبد علي، قراءة معمقة ومفصلة ل يعني هذا الأمر. يعطيك ألف عافية، وإن شاء الله نبقى على تواصل معكم. الله يتقبل أعمالكم. عافية الله معك. يعني بالعودة لحضرتك فضيلتك فضيلة الشيخ عباس حلال، يعني استمعنا إلى رأي الأستاذة نبيلة عبد علي، وطبعا في جزء منه كنا عم نحكي بالحلقة، أو جزء كمان أشارت له مقابل الشكر الجحود كمان. هلأ نحن بدنا بالوقت المتبقي دغري بيصير سبقنا الوقت، نحن والشكر يعني سألنا من شوي كرمال أنه الاعتراض والجحود بالنعمة يمكن وهيك، قديش اليوم مجتمعنا نحن مجتمع شاكر عموما؟ ما بدنا نمارس جلد الذات اليوم، ولكن مثل ما قلنا بالأزمة صار في جحود عند البعض. وكيف منصلح هذا الأمر؟ نعم، هلا هذا الشيء كمان بيكمل المداخل اللي تفضلت فيها الأخت الكريمة، لأنه هو ببلش من التربية ومن الأسرة. على مستوى بالبيت، على مستوى الحي، على مستوى المدرسة يعني. وأحيانا بيتم بطريقة غير مقصودة أو بطريقة القدوة إذا صح التعبير. يعني إذا واحد شاف أمه وبيه عطول هني بحالة تأفف وبحالة اعتراض وبحالة وشو هالعيشة وليش يا الله وإلى آخره، سيري خاطب الله ليش يا الله، عرفتي؟ يعترض على الله. هيدا لا شعوريا هيدا الولد اللي عم ينشأ ويسمع هيدا الحكي بده يتأثر. نعم. لأنه بحالة من التأثر والتأثير. وهذا التأثر يعني لازم الأهل، لازم المعلمين، لازم المؤثرين في المجتمع، لازم يكونوا واعيين لدرجة يحسوا بمدى تأثيرهم على جيل قد يكون بكامله. صحيح. يعني هلأ هيك كمان على الهامش وعلى سبيل المثال خدمة للسؤال، أنه هلأ بالحالات القاسية جدا 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 اللي شفناها بغزة وبفلسطين، نعم، قديش مؤثر بوجدان الأمة انه رغم القتل ورغم التشريد والدمار بيطلع واحد بيقول لك معلش. الحمد لله معلش، اللي هو هالصحافي المشهور دحدوح. نعم. او 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 بيطلع حتى الحمد على لسان او بيطلع حدا بيقول انه اللهم تقبل منا هذا القربان. هاي ثقافه، هذا هالحاله قديش عمل حفر عميقا بوجدان الجيل الموجود بغزة. نعم. أهل غزة بل بوجدان العالم كله الإسلامي حتى رغم كل الظروف الصعبة. قديش أثر بناس ربي. كانت عم تطرح أسئلة وجودية لتقول شو سر هودي الجماعة اللي يعم يتدمر بيته ومات كل إخواته وأمه وعائلته، بادوا بادوا بعد فيه هو، يقول الحمد لله رب العالمين، وبيجي بيعطينا آية قرآنية. نعم. وبيجي على أشلاء الدمار بيقعد بيطلب بعض الآيات الكريمة. نعم. هيدا طبعا يعني وإن كان هو عم يعيش حالة شكر وجدانيا، وهم في هيك جنبي على جنب يقول إنه عادة نحن من نشكر، وهل نشكر فقط على النعم؟ نقول له على النعم تشكر، على النعم هذا بالعام، أما مع الله سبحانه وتعالى فبتشكروا على كل حال. على كل حال نحن أصلا بنمارس بالدعاء من الحمد لله على كل حال دائما. الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه أنه الله
فيك تصاب انت بمكروه مثل هذا اللي كنا عم نحكي عنه المثال، وتقول الحمد لله اني تعرضت لهذا المكروه. لا. لماذا هون حابب اسال؟ لانه يمكن في حكمه الي، في اراده، في شيء غيبه او شيء غيبي نحن ما بنعلمه. هون بنرجع بنقول اذا انت رجعت للقلب انت تشعر ان كل ما هو من الله هو جميل، وكل ما هو من الله طبعا فضلا احيانا على جنب بتقلي طب ها مش فعل هذا، فعل هذا بسوء اختيار البشر، هذا بفعل البشر، بحث اخر. ولكن اللي بيشعر بان كل ما هو من الله هو لحكمه، هو امر جميل. نعم. هو بيعرف انه لا يشكر، لانه نعم. يعني الامثله عبر التاريخ بتشير قديش انه احيانا بعض الاشياء فكرنا في ظاهرها انها سوء وانها امر سيء، ولكن طلعت في عمقها وفي بعدها وفي المرحلة التالية أنه هي النعمة الأجزل، وهي الحمد لله الذي أصابني بهذا المكروه لأنه نجاني مما هو أعظم ومما هو أخطر. هذا بيت القصيد اللي بيخلينا نقول أنه ليش يعني أنه أي شيء بنتقبله من رب العالمين، لأنه هو عنده حكمة وعنده إرادة معينة. صحيح. كنا عم نحكي قبل الاتصال مع أستاذة نبيلة عن اللسان. شكر اللسان، ولكن بدي أربطه بشهر رمضان المبارك، لأنه نحن حلقتنا بدنا نستلهم كمان الشكر فيما أنا تبقى. جايب معي دعاء الافتتاح كله من ألف إلى الياء. إذا هيك ناخد بعض الفكرة من دعاء الافتتاح. طبعا دعاء الافتتاح يعني ليش مهم؟ عفوا هون سؤالي باللسان، الشكر باللسان يعني قديش مهم؟ مثل ما قلنا مش مجرد حكي، آخر شيء هيدا اللي بيضلوا بالقلب قد لا يرى من الناس. يعني مثلا هلأ أنت جبتي لي هدية وأنا عن جد كتير مبسوط فيها، بس ما عبرت لك عن شكري. هيدا ما بيشيع، ما بيؤدي إلى شياع مفيد لهيدي الراحل، وقد ما يأثر قد ما يفهمه. المضمور لا يفهمه البشر، ولكن يفهمه الله عز وجل بطبيعة الحال. هاي من جهة. من جهة تانية إذا تعود لساننا على هيدي المفردات وعلى هيدي التعبير، فهيدا كمان بيؤدي إلى أنه بعدين لما تخطر ببالنا أي تعبير منافي للشكر أو ملازم للكفر ما منتقبله، منحسه غريب على لساننا على قولنا، أو هيدا بالبعد. إذا بك تحكي بالتفاصيل، كنا عم نحكي أنه الله علمنا من خلال بعض الآيات ومن خلال بعض الأدعية المأثورة علمنا كيف نشكره. فعمليا بعض التعبير هيك بتأدي إلى أنه عن جد نعرف قدي قدرة الله سبحانه وتعالى. هلأ نحن كل يوم ندعي بشهر رمضان المبارك دعاء الافتتاح، قدام ننتبه أنه من أوله لآخره هو عبارات حمد. ببلش الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه ولا منازع له في أمره، الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه ولا شبيه له في عظمته، الفاشي في الخلق أمره وحمده، الظاهر بالكرم مجده، ما حنكمل كل الدعاء، الباسط بالجود يده، مقطع تاني، الحمد لله مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح فالق الإصباح، عم يبين لك بعض المفردات التي تستوجب الشكر، الحمد لله على حلمه بعد علمه، يعلم ولكنه يحلم، والحمد لله على عفوه بعد قدرته، قادر على أن يعاقب ولكنه يعفو فله الحمد، الحمد لله على طول أناته في غضبه، قدين احنا بنعمل اشياء مدعاة لغضب الله ولكنه يحلم وبيطول باله، يعني فيكون سريع هو الغضب، هو قادر انه يمحي الدنيا وهو بما فيها. قادر على مقطع ثالث ورابع، الله الحمد لله الذي يجيبني حين أناديه ويستر علي كل عورة. يعني هلأ نحن كل واحد يعمل عملية تأمل بمسار علاقته مع الله سبحانه وتعالى، قدي عايشين بهيدي هيك عتمة المعاصي إذا صح التعبير، ولكن حتى بغفلة وبغفلي إذا صح التعبير، برجع بيقول يجيبني حين أناديه. ولا مرة هيك عن جد جينا بانقطاع كامل وصادق ونادينا الله سبحانه وتعالى إلا ما أجاب أني أجيب دعوة الداعي رغم كل معاصينا وذنوبنا، أني وذنوبي ومعاصي إلى ما هنالك، بس ألح بالدعاء وأطلب 100% وأنا أعصي ويعظم النعمة علي فلا أجازيه فكم من إلى آخره. وهكذا من الأدعي، الحمد لله قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين، الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها إلى آخره. ولا مصير ما نقرأ الدعاء كله اليوم. فعم أقول أحيانا في مفردات نحن بنقولها هيك على مستوى اللسان، منيح انه يعني كانت عم تقول بالمداخله انه كثره الشكر معناتها انه اقعد اقول شكرا 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 شكرا، ما بزهق المقابله. صح اللي عم تقوله، الفكره بكثره الشكر هي انه يصير في هيدا الكونكشن اذا صح التعبير، هيدا اللينك بين الشاكر الذي يشكر المحسن، وهيدا يحس
وطبعا يعبر عنه بمفردات، لأنه وبالتالي له دلالته أن أعيش خشية هيدا، يعني خشوع إذا صح التعبير، هيدي الحالة من الحمد ومن الشكر ومن الثناء وغيرها. من هون منفوت على الجوارح إذا فيها، وهيدا كله إذا وصل بس لعند اللسان وقف، عذرا على التعبير، بيكون بلا حقيقة وبلا قيمة، بلا فائدة. لأنه شو قيمة أنه أشكر الله باللسان على نعمة أعطاني إياها ثم أستخدمها في معصية الله؟ أو أن أشكر الله أن أنعم علي نعمة ما ثم يجدني في موطني معصيته، ويجدني حيث أمرني أن لا أتواجد، حيث نهاني أن أوجد. لذلك لا، إذا ما انعكس وتجلى آخر شيء بمستوى الأفعال، وعم بحكي الأفعال بكل حقيقة، بكل تجلياتها، بكل أبعادها. عفوا. نعم. يعني إذا ما انعكس على شكر الجوارح، هذا هو شكر الجوارح المتعلق بالأفعال الجارحة، جارحة اليد، اللسان، العين. أنه أنا بشكر الله على نعمة البصر، وآخر شيء أنظر إلى ما حرم الله. طب هذه النعمة أنا أعطيتك إياها، وبالتالي إذا عم تحسيني فيها، وبالتالي أنه هاي الهدية اللي قدمت لك إياها لازم تستخدمها. نعم. بما يعني بما يحب هذا الواهب وبما يرضى هذا الواهب. نعم. لا بما يرفض. نعم. عم نستعجل لحضرتك اليوم كرمال نكسب قد ما نقدر من معطيات ومعلومات منكم، مظاهر وأشكال الشكر كتير. خلينا نعطي لمستمعينا ومشاهدينا هيك بعض الأمثلة، يعني الصلاتي شكر وغيره وغيره، الصوم شكر وكتير تفاصيل، إذا فينا نعطي أمثلة. هلأ إذا أنت بدك تحطي كل العبادات التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بها، نعم، هي في عمقها وفي تجلياتها هي مظهر من مظاهر الشكر لله. نعم. عز وجل. نعم. هلأ الفكرة وين؟ أنه وهذا كمان محل حديث ومحل دعاء. نعم. انه هذا بسميه ببعض المفردات الامام علي بن ابي طالب شكر الشكر. طب احيانا انه انا مش عارف كيف بدي اشكر، اما اجى الله قال لي فيك تصلي تعبيرا عن الشكر، فيك تدعي هالدعاء تعبيرا عن الشكر. تمام. فيك تقرا قران تعبيرا عن الشكر. هذا دلني الى الطريق، ولكن هذا كمان بمحل ما وببعد ما يشير إلى هاي النعمة الإضافية المضاعفة علي، أنه علمني كيف أشكره. وبالتالي شكري إياك يفتقر إلى شكر، لأنه أنت علطيتني، يعني أنت علمتني كيف أشتغل صح، كيف بوصل إلى الشكر. يعني قد ما شكرنا مع الله سبحانه وتعالى اصلا لازم ضلنا نستشعر. نعم. هيدا التقصير بالوقت المتبقي، التكافل الاجتماعي مثل ما ذكرت الاستاذه نبيله اليوم بشهر رمضان وبكل الاوقات اللي مرقنا فيها بالازمه كمان، هو نوع من الشكر. كيف بيتمظهر هذا الموضوع كنوع من الشكر؟ نعم، التكافل الاجتماعي بشهر رمضان وبغيره هو في بعض الاحاديث تشير الى انه من النعم التي انعمها الله سبحانه وتعالى عليك. نعم. انه جعل حاجه الناس عندك إليك. من نعم الله عليك افتقار الناس إليك أو حاجة الناس إليك. تمام. هذا بحد ذاته إذا أنت عندك قدرات ما عندك علم كيف تشكر الله عليه؟ بأن تنفقه بما يفيد المجتمع. عندك مال كيف تشكر الله عليه؟ أن تنفقه بما يحب الله وبما يرغب. طبعا هلأ بقصة المال طبعا أن تستفيد منه، ولكن في أدب الله سبحانه وتعالى يؤدبنا به، انه 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 الله يعطي على طول مش على قد الحاجه، يعطي احيانا الزياده. لذلك انت كمان في كل ما لديك يمكن ان يكون مدعاه لشكر الله عز وجل. نعم. على مستوى قلنا النعم والمواهب، ما هو نعم، وشكر النعمه لا يكون الا باداء حقها، وحقها لا يكون الا من خلال ان تعم الفائده اكثر واكبر قدر ممكن. نعم. طبعا وتعدد الامثله بهذا المجال. في بعض الأمور، عشان أختم هذا السؤال، في بعض الأمور متروكة لنا، حرين نحن كيف نتصرف فيها، ولكن في بعض الأمور هيك إجا فيها دفع إضافي من تأكيد إضافي، إنه والله الأيتام، الفقراء، المحتاجين إلى آخره، إنه بعض فلسفات بعض العبادات مثل زكاة الفطرة، إنه أن توزع على الفقراء، وين بصبيحة يوم العيد، لا عشان يعيشوا معنا حالة الفرح وحالة الراحة. هذه من مظاهر الشكر. هذا كلها هي تصب في شكر المنعم وفي شكر الله عز وجل. في طريق إن شاء الله هو طريق السالك إلى الله عز وجل، الذي يوصلنا إلى الله عز وجل، والذي نريد أن نصل فيه إلى مرضات الله
عز وجل. نعم، يعني مسك الختام معكم فضيلة الشيخ عباس حلال، مدير دائرة الإشراف الديني في جامعة المبرات، أهلا وسهلا دايما عبر أثيرنا. إذا بعد عندك شيء تقوله هيك، حاسة إنه رسالة أخيرة كرمال هذا الموضوع. لا، نحن يعني بهيدي الساعات المتبقية من شهر رمضان المبارك يعني ندعو الله عز وجل أن يجعلنا من الشاكرين الحامدين، وأن يشملنا بعتقه من النار. ونسألكم والمشاهدين والمستمعين الدعاء، والحمد لله رب العالمين. أيضا نحن نسألكم الدعاء. شكرا لكم على هذا الحضور القيم، وأيضا الشكر موصول مستمعينا ومشاهدينا للمدربة في القيادة التربوية والأسرية الأستاذة نبيلة عبد علي، والشكر الكبير لكم. كل عام وأنتم بألف خير.